السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر جريدة الصحة بوان كوم على اهتمامها بالقطاع الصحة، وكذلك لاهتمامها بكل ما يتعلق بالكوفيد، خاصة في إطار هذه الجائحة. نذكر باللي احنا كمؤسسة استشفائية خاصة إيريس راهنا قمنا بمبادرة نظن الأولى في الوطن، هي بعد ما طلبنا من مديرية الصحة لولاية وهران باش تعطينا الإمكانيات والتسريح لتلقيح كل الجزائريين المتواجدين بولاية وهران أو بولاية أخرى، والحمد لله عطاونا التسريح. بدينا العملية منذ أسبوع حوالي في أسبوع في خمسة أيام، رانا درنا 200 التلقيح، ورانا اليوم كذلك راح عطاونا كذلك 200 جرعة أخرى راح نكملوا بها، وراح نعاودوا نزيدوا على حسب طلبات راهي متزايدة كثير علينا، اللي باش إن شاء الله نديروا حتى 500 تلقيح في الأسبوع. لذكر هذا التلقيح مجاني، هذا شيء مهم جدا، وكل إمكانيات المتواجدة في المؤسسة تاعنا راهي سخرت، وكانت ودرنا قسم مخصص للتلقيح مع أطباء وسلك شبه طبي في إطار منظم احتراما للتعليمات لوزارة الصحة اللي باش نحترموها. هذه المبادرة نظن باللي خاص تكون ماشي الأولى، باش نكونوا احنا كقطاع خاص متكاملين مع القطاع العام والزملاء في المؤسسات الأخرى أو في العيادات الأخرى أو في الصيادلة الأخرى الخاصة، تكون هي كذلك تبادر وتساعد المحنة اللي رانا عايشين فيها حاليا في الجزائر، نتكلم على الجزائر، ونكونوا احنا ثاني كنديروا اليد في اليد باش ان شاء الله نحاولوا باش بالتلقيح نديروا المناعة الجماعية، هذه المناعة الجماعية اللي نتكلموا عليها في الناحية العلمية، ونقضوا على هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله.